الأزهار والحيط، واو، كل نهار كي وكويكا عباد الله والكويدات، انا اعلنت صفاره المساعده الحبايب ديالي. هادشي راه بزاف، عرفتوا الفرق جاني صعيب على وليداتي وراجل ديالي، والسبب كان اصعب. ما عرفتش البنات شنو واقع معايا، عرفتوا بحال رجلك كتكون يلاه مغطسه مثلا في شي مشكل ولا شي حاجه، يلاه كتجريها باقا مبلله مفزقه مغيسه، يلاه كدي تنظفي فيها كتغرق لك رجل الاخرى. ما عرفتش واش نبخر، واش نرقي راسي، واش نمشي نعتكف واقيلا في شي مسجد اختي، واقيلا نمشي نعتكف اختي حتى يتحلوا هاد المشاكل، ولا نهرب. ما عرفتش، الرايه البيضاء هزيناها من زمان، كل مره نقول نرجع كنشوف تعليقات ديالكم، نقول غادي نرجع غادي نرجع اليوتيوب، كيقول لي البنات في ما بقيناش كنعتاني براسنا ملي غبرتي علينا، في فينا الطاقه الايجابيه، في توحشناك، في كذا. يوتيوب لا بك خاوي البنات، قسما بالله. يلا كنشعل الكاميرا ونقول ديبار كتكون شي حاجه. ودابا صافي قررت تا انا غنتغانى ندعوا معايا دعواتكم. هنا كنت بخير وعلى خير كنشارك واحد، ماشي بخير وعلى خير، كانوا عندي مشاكل وهذه كنت منوضه شي قضيه في الانستغرام، تما قلت البنات صافي راه العواشر دائما كيكونوا فيها المشاكل، صافي غندير واحد البوز وغنبدا معكم العنايه ديال العيد وداكشي. حتى كنسمع خبر شقلب كياني، وسمعوا معايا اش وقع لي. ايه يا اختي، على زهره على زهره على زهره على زهره وعلى حيات، واو، كل نهار كي اش غتشاركي مع الناس؟ تشاركي مع الناس المشاكل؟ اش غتشاركي؟ عندي مشكل. المهم البنات اللي في الانستغرام ودعوا معايا، وشكرا شكرا على الدعوات ديالكم، شكرا على المواساه ديالكم، الله يخليكم ليا ويحفظكم ليا. وحتى البنات ديال اليوتيوب اللي كيسولوا فيا في غبرتي كذا كذا، والله لحبكم تاج فوق راسي، كنتمنى لكم الخير الوافير. بقيت كنفكر البنات، وحرفت ليا حرفت ليا حرفت ليا، قلت كيفاش غادي ندير؟ بنتي الشعر ديالها تبارك الله طويل، شكون عايمشى طلا شعره في الغياب ديالي؟ شنو غادي ندير؟ باها ما كيعرفش يمشى طلا شعره، هي كذلك هو المثال. نوض قلت اجي نوض يا فيفي، مش طيله الشعر مزيان وزايره الا كما كانوا كيديروا لنا مواتنا شحال هادي، كيجبدوا لنا ديك الجباده اللاستيك وكيمشطوا لنا الشعر. مشيت كنجري الاكسيون ما لقيتش اختي جباده، جبت غير ديك السري ديال هادي ديال الصبابط هو اللي جبتو، مشى طلا شعرها مزيان، عقدتو ليها مزيان، جمعت الحوايج ديالي. هادشي راه من بعد سيمانه ديال العذاب والبكا وما نعرف شنو. هنا البنات هيا درت لي هاد الكوباسه ولا اش كيقولوا الكويكه. المهم هنايا بالنسبه للبنات كيقولوا لي فيفي شحال ما شفنا الوليدات ديالك، ها هما البنات هما مساكن باقيين ما مستوعبينش شنو واقع، ما عارفين شنو واقع. هنايا عمران انتم البنات كتشوفوا تبارك الله تصور بدا كيكبر. ريان هنا راه صام عرفه، صام عرفه وقال لي غنهديها للعزيزه ديالي باش ربي يشافيها. المهم هنايا كيفتح باقي ما بقاش عاقل، عاد قلت له تينا صايم عرفه ولا لا؟ عاد تفكر. المهم هانتوما نخليكم مع الحوار اللي دار بيني وبين الوليدات ديالي، وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، غنشارك معكم بزاف ديال الاستفاده. وردوا بالكم حتى اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها، راه كنحبكم وكنحماق عليكم، وكنتمنى ان شاء الله نرجع لليوتيوب ونشارك معكم دي فيديو، ونضموا للانستغرام البنات راه تما غنبقى نشارك معكم دي ستوري. المهم ما كنغبرش بزاف بحال هنا في اليوتيوب، وكنتمنى حتى اليوتيوب ما بقاش نغبر فيه. وما تنساونيش من التعاليق ديالكم، واش حتى نتوما في العواشر كيوقع لكم هيدا، واش شنو كديروا شنو ما عرفتش. المهم هانتوما معايا البنات. اوكي انا وعمران عاشو دخلنا من البوفار فرايا، عندك الاجر ريان صايم كان عيا كون مسا فكرتو لما ما بيضاش ليا النهار هذا صحتي لما نعتهدي ماما عزيزه دار بالجهد ماما عزيزه بس ريان واش فكرتش تورو يعطينا ما صمتيش ما بغيتيش ماما عزيزه تبرا فتيتي انا يا 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 نقول لكم يلا شنو تقول ماما عزيزه كنا في التليفون شنو تقول لها انا كنعجبك اما لا تلك شخ باش تبقى تبرا انا ما كنتش سعيد علاش هي تقولتي لنا الماما كتعزيزه ليا؟ ها؟ بلا يشافيني. وشنو تقول لها كتبغيها؟ شنو تقول لها؟ ما عزيزه. تعجبك هي بزاف. انت صمتي عرفه باش تعطيك ليا ياك؟ اه. ان شاء الله يا ربي يوفقك. سلام عزيزه، انا ما كنتش عارف يوم خلاك ونعجبهم، ملي كنت عارفه انا كنت كنصوم، والله يديرلك الصحه والله يكبر فيك، وخا بينا ديالكم مزيان. المهم الكبيدات ديالي هنايا راني متوجهت للمطار ديال امستردام شخيبو باش غادي نجبر الطياره ديالي نيشان لدبي ان شاء الله. الكبيدات ديالي صراحه الله
داز ظروف اللي هي صعيبه بزاف، وكانت المساله اصعب 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 مما كتخيلوا. اول حاجه يعني ما عمري جاتني حتى الطلبه باش غنطلب زوجي اللي يشد ليا الولاد، جاتني صعيبه والحاله اللي وقعت ليا وتخافت ومشيت للسبيطار وجاتني واحد الهستيريا. هو بنفسه قال لي شفتي انت انا عتبقى هنا غير عتموت ولا توقع لك شي حاجه، اللهم امشي. ولادي حتى هما جاتهم القضيه صعيبه، وهو مسكين زعما ما نساش ليه هذه القضيه هذه، ردالو في الساعه ديال الخير. زعما ما عمري انا ابدا من نهار تزوجت ما تفارقت على الزوجيه لي ولا على وليداتي نهار واحد في السابع ديال واحد اختي ليله وحده اللي بات برا الدار فقط. مهم دابا مشيت، كنت كنتمنى انني نمشي مع وليداتي، ولكن هما كيقراو مع الزوجيه اللي كيقراو، وحتى المشيه انا تقريبا المشي والمجيب مليون، يعني مليون د الفرنك باش مشيت وجيت، قال شي حاجه قال شي 10000 قال شي 10000 ريال يعني 50 د الايرو. هنا البنات قسما بالله ما تخيلوا الشعور ديالي. دابا واحد يعني ماما اللي هي مريضه، وهنا الوليدات صغارين، وراج ديالي داك الجوم ديالو كيحرقو كيف ما قلت لكم شحال هادي، كيبقى يعني راه عنده واحد المشكل صحي صعيب. دونك اضطريت ما عندي ما غادي نعمل، خفت عندك توقع ليها شي حاجه وما نشوفهاش، لان هي دخلت للمستعجلات وعندها وقع ليها هذا تسمم في الدم، وقع ليها كذلك انتفاخ في الاعضاء، واحد الحجره مشات ليها من المراره وبلوكات ليها، غدوز ليها الله يحفظ كانت البنكرياس، داخله في المستعجلات في الكلينيك، دوايات السيرومات كلشي. دابا غنشارك معكم هادشي البنات، تخيلوا احتفظوا على الصحه ديالكم. والغلط انا اللي عملت هنا هي ان كنت جبتها لهولندا لعقلت البنات، وجبتها وعملت لها الفيزيكرين يعني ديك هذه ديال الصحه، نسيت كتبوا لي نسيت شنو الاسم ديالها، التامين الصحي هو هذاك. وقلت له عمل العمليه، وكان واحد خي عنده شي مشكل قالت لك لا، هي دائما من 24 سنه كيقول له عمل العمليه، دائما كتقول لك لا فلان مريض، لا فلان حتى ندير له العرس، لا هذا حتى لهادي، وكتاجل كتاجل كتاجل. ولكن انا الغلط اللي غلطت هي ما ضغطتش عليها ملي جات عندي لهولندا ونعمل لها العمليه. شوفوا عمليه مراره ليا بسيطه، ولكن وصلت لانها غتودي الحياه ديالها الله يحفظ، تنهي الحياه ديالها الله يحفظ. قلت لك الفلوس كاينين، كنقولوا للكلينيك الفلوس عملوا لها العمليه، كيقول لك لا عندها انتفاخ، عندها فحال صديد ولا مع شنو ديك الشيء، قالت ما يمكن ليناش حنايا عندها هاد بحال تسمم بحال ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم البنات. المهم قالك مستحيل نديروا لها العمليه حتى نعطيوها اونتي بيوتي وتكون شويه مزيان عاد نقدروا نعملوا العمليه. والمراره باغا ترتق والحجر مشى في العرق، واحد يعني واحد الوقت البنات راه واخا يكونوا عندك فلوس راه ما كيبقاو ساوين والو. لذلك الانسان يحتفظ على الصحه ديالو، ودائما الانسان يشخص الحاله ديالو، الا قال له الطبيب يصير يفتح يفتح ما يخافش، راه يقدروا يوقعوا مشاكل. هنا البنات انا ما واكلاش ما نعرفش شحال، تخيلوا قسما بالله تحطت لي الماكله جيعانه في الجوع وفي النعاس وفي لافاتيك وما قادراش ناكل، تخيلوا واحد الدرجه ما نعاودش لكم. المهم الطياره كانت مزيونه صراحه، العربيه امارات كانت مزيونه، الماكله كيقدموها مزيانه، كل شويه كيجيبوا لك القهوه كيجيبوا لك اتاي. كيف ما قلت لكم تمنيت وليداتي يمشيوا معايا، ولكن ما يمكنش. وهاد اللحظه هادي كنقول غير فوقاش نوصل، ما كرهتش غير نوصل البنات. حاجه واحده اللي عملتها هي شربت كويس ديال القهوه مع ديك شويه ديال الشوكولاته، هز ليا ديك هذا القطيعه ديال الشوكولاته انا نوري لكم دابا، هي هزات ليا شويه عطاتني شويه ديال الانرجي. هنا البنات الطياره هادي راه فيها ثلاثه ديال الري، ثلاثه ديال الصفوفه زوينه بزاف، قيس الشلاضه زوينه البنات ما نكذبش عليكم، شويه ديال اللحم وهادي حتى هي قيستها. الماكله عندهم لذيذه بزاف، وانا هنا راه قلت لكم راه ما واكلاش ما نعرفش حال، راه كنحس بالسخفه. واحد الوقت كنقول دابا انا خصني ضروري ناكل راه صافي غنطيح البنات، كنحس غنطيح الصراحه. ما كنتش كنظن انني غنتاثر لهاد الدرجه هادي، هي الانسان من الاحسن يكون قوي حسن، ما كنتش كنظن غنتاثر حتى لهاد الدرجه هادي. المهم البنات كيف ما قلت لكم كيجيبوا كويز القهوه، انا كنت في حاجه ليه لان ما نعساش وفاتيك وصعيب الحال، واخا كتحاولي تقولي صافي راه اللي دارها الله هي الكينور ما غيكون غير الخير وغير هادي وغير هادي، ولكن الاحاسيس تتسيطر عليك لان الام شي حاجه صعيبه. من هذا المنبر كنقول لكم تهلاو في الوالده ديالكم وحتى في الوالد ديالكم، جنة تحت اقدام الامهات. حاولوا ان كعائله ملي يكون مثلا شي مرض ديال الام ولا شي حاجه تفادوا المشاكل، تفادوا المشادات، تفادوا المخاصمات، لان الا كنت انا كنبغي داك الاب ولا ديك الام غادي ما نديرش مشاكل، غادي نصبر، غادي ندير بزاف ديال الحوايج. كتبقى الصحه ديال الوالدين هي اهم شيء، ما نتغنوش بيناتنا
داكشي يكون سلس فهمتوني. انا بعض المرات كنتعجب حتى كيوقع شي مشكل شي حاجه عاد كينوض كل واحد كيبغي يفكر في شكل، كل واحد كيبغي يفرض السيطره ديالو، كل واحد كيبغي يقول الافكار ديالو، كل واحد شنو. شوف راه الخوه حد الدنيا، والانسان الا دار شي حاجه كيديرها لوجه الله وعلى وجه الوالدين، والانسان دائما يعرف اش كيدير. راه الكلمه تقدر تخرج من الفم ولكن من بعد راه ما كتمسحش، راه كتبقى. هنا البنات دابو ساعه كل مره كنشوف من امستردام الى دبي كنشوف شحال باقي. جاتني الرحله طويله ما نعرف وقيله شي 7 ديال الساعات كانت الرحله. كل مره كنفتش هنا كنشوف الرحلات اليوميه، تما بقيت كنشوف شويه ديال الوقت كنضيع، حتى لقيت بان هنايا ممكن انك ديري شوبينغ في الطياره مثلا، التسوق ها هو هنايا. كتشوفي كذلك المواقع السياحيه، الى مثلا بغيتي تمشي لشي بلايص من هنا. قلت خساره، قلت مشيت بهذه الطريقه هذه، كنت منيت مشي انا والوليدات ديالي ونزور العائله وندوز وقت زويون. ولكن ان شاء الله قدر الله ما شاء فعل، كنقول يا ربي عيل المهمه ديالي بعدا تبقى ليا بخير وعلى خير، وان شاء الله تفادى. لان كانت فواحد المرحله ديال الخطوره الصعيبه داوها لواحد كلينيك البنات، تخيلوا تالي كلينيك راه بعض المرات كيبداو ينصبوا على الناس، كيبداو يستغلوا داك المريض كيشوفوه كبيزنس. تخيلوا هي كلينيك عندها ديك اون ستيكين، يعني عندها تهيج في الدم وفي الاعضاء، عندها بكتيري بحال تسمم ديك الحشاكم ديك المراره. عاد قالوا لي مؤخرا عندها تقيح، وداك التقيح رماتو في الدم، رمات لها تقيح في الدم، عملت ديك الحجره مشات ليها قريبه توصل للبنكرياس، نفخ البنكرياس. وقال لك بان حنايا هنا البنات راني وصلت لدبي الحمد لله، شوفوا الوجه ديالي مخطوف، عرفتوا حاله عينين ديالي مدمعين، واحد الحاله زعما صعيبه بزاف بزاف بزاف. اول مره كنسافر بلا راجل ديالي، تالفه مدوخه، ما عارفه فين نطلع، ما عارفه فين نمشي، كيهضروا عيب لونغلي بحال دوله ما عرفتش، دوله عربيه انجليزيه، يعني تتحسي بان استعمار كاين، ما عرفتش انا غنقولها بحال هيدا، كتحسي بان مستعمره من طرف الانجليز. كلشي لا لا ما عرفتش انا علاش اوروبا يعني كيجاوبوك باللغه ديالهم. الا لقى واحد الواحد مثلا انا كنهضر هولنديه مثلا، غيهضر معايا هولندي غيعرفني هولنديه، غيهضر معايا هولنديه ما غيهضرش معايا انجليزيه. علاش دوله عربيه وغيهضر معايا انا غيتكلم معايا انجليزيه؟ ولا مشيتي خدمتي في هولندا غيقولوا لك خاصك تقرا الهولنديه، بحال دابا تيفرضوا علينا نقراو الهولنديه، وناس خدامين تما خاصهم يكونوا غير تيعرفوا الانجليزيه فقط. لا، هذا النقطه اللي ما عجبتنيش انا تما في الامارات، نضر عليها بكل صراحه. المهم وصلت البنات كيف ما شفتوا نيشان، مشيت للكلينيك كاينه فرحه وكاينه خلعه، وكاينه اختي دخلتني عند ماما مسكينه ناعسه. نتبع معكم اللي صراحه زادت الحاله ديالها كانت صعبت، وغادي نعاود لكم على الكلينيك شنو وقع وشنو كان واحد الخطر اللي غيؤدي للحياه ديال الام ديالي الله يحفظ الوفاه. الحمد لله اللي بقى بالحياه الحمد لله، الله يخليكم صحيحتكم ويخليكم والديكم، ودعوا مع الام ديالي تبرى وتشافى، وكنتمنى لكم الصحه وراحه البال. المهم كنعتذر رجعت بهذا الفيديو بهذه الطريقه هذه، ولكن راه هادشي اللي كاين اختي، راه كنصبر نصبر حتى الامور ديالي تعوض ونرجع لكم. ما بغاتش اختي تعوض، كتحطي رجل كتنزلي رجل كتزي رجل كتغطس رجل، هادشي اللي عطى الله. عاد جاوا البنات زادت الحاله ديالها، وجاو دغيا دغيا كيعملوا لها الكونترول، خواتاتي حتى هما مساكن جاوا كيجريو داكشي. المهم اليوم كان الغد اللي هي العيد الكبير، ما عيتش اول عيد ما كنعيطش، وكنت فارق على ولادي وعلى الزوج ديالي. داز الصراحه صعيبه 15 يوم اللي مشيت فيها، وليداتي يوميا بنتي بعدا مرضات بقات كتبكي ليل ونهار، ما سكتتش ماما فاش نتفارق معاها. داز الظروف صعيبه، وقعوا شي حوايج اللي كنت كنتمنى ما يوقعوش، بزاف ديال الحاجات، الضغط، صبرت، اللهم لك الحمد، ما عندي ما نعمل. من بعد ما داز 15 يوم في الامارات رجعت عند وليداتي، لقيتهم ضعافين مساكن، عين تحت عينيهم كحل، تصدموا ما عارفينش واش واقع، لان كانوا كيشوفوني عي كنبكي. واحد شويه صدفت ما بقيتش معاهم، الراجل ديالي حتى هو لقيته مريض بجنبه ما قادرش يقابلهم. المهم رجعت لقيت، راك كتعرفوا باش كتخلي الدار بوحدها، والمشكله هي رجعتي والام ديالك باقا تحت الخطر وباقا ما تشافاتش، وهذا كان هو اللي صعيب عليا. انتظروا ان شاء الله فيديو جاي نكمل معكم شنو وقع.